حبايبي بريد فري، تعالوا كده مع بعض نشوف النهارده فيرست تيرن. بنكمل في دروسنا بعد ما خلصنا البار، وخدنا كمان لاين بلوت، وخدنا كمان تيلي. تعالوا بقى نبدا في حاجه جديده جميله. بنقول ايه بقى؟ اسمع عشان عايزك تبتدي تجاوب معايا. هناخد الميجر. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو رحت زمان بابا وماما كانوا بيروحوا يفصلوا ما بيشتروش جاهز، فكان نروح عند الترزي. الترزي كان معاه شريط كنا بنسميه متر. متر اسمع، ما تردش عليا دلوقتي. متر، الله. يبقى المتر ده كنا بنستخدمه ليه؟ عشان الله عليك. طب بنقيس ايه؟ بنقيس البطاطا؟ لا. حلو خالص. قال اسمع بقى، عندي 3 تايبس، عندي 3 انواع. على فكره احنا ممكن نقيس البطاطا بس احنا عشان مش هنشتغل ببطاطا. بص معايا، اسمع بقى. فانا عندي اسمع حبيبي لو سمحت، عندي ميجر السي سنتيمتر، ام متر، الاخيره دي هتبقى ام مليمتر. يبقى عندنا كام تايب يا سين؟ سيب اللي في ايدك ما تزعلنيش، ثواني ما تجاوبش بدون اذن. هنقول مع بعض، اول حاجه سجل سنتيمتر، ها مليمتر، برونزا متر. طب تعالوا بقى نشوف مع بعض، يلا كده يا مستر بسرعه شويه يا مستر. بص بقى حبيبي، لو الحاجه سمولست، صغيره جدا. يعني ايه يا مستر صغيره جدا؟ اسمع، يعني انسكت. يعني ايه انسكت يا مستر؟ يعني الحاجات الحشرات زي البتر فلاي، زي البتر فلاي فراشه. اسمع، الاند النمله، البي النحله، الحاجات دي صغيره. هل ينفع زي ما كان ياسين بيقول لي هجيب مسطره واقيسها؟ ما ينفعش. بس اسمع بس ثواني، هينفع لان المسطره كمان متقسمه سنتيمتر ومليمتر، بس انت مش هتعرف تظبط المسطره. معايا؟ اسمع بقى اللي جايه دي. يعني انا يا مستر لو لقيت البي او الاند، ايه اليونت اللي استخدمها؟ بص كده، ايه؟ ام 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 ام، اختصار مريم. الله عليك، عالي صوتك مش سامع. ايوه كده شطوره. تاني، لو الحاجه صغيره قوي يبقى نقيسها بايه؟ مليمتر. طب كبرنا بقى شويه، البن اللي احنا بنكتب بيه، البن الميجر اقيسه بايه؟ بص بقى اللي جايه دي، لو الحاجة صغيرة مش صغيرة قوي، زي الشوز، زي ايدك، زي الارم كلها، دراعك، زي الليج رجلك، زي اللينف بتاعك، طولك، الراجل الجميل ده نقيسه بايه؟ هل البوي او الجيرل اقول بالمليمتر؟ لا. امال ايه؟ سنتيمتر. ده يبقى ادي يا مستر سنتيمتر، بنختصرها سي ام. اخر حاجه، العماره اللي انا ساكن فيها، البيلدنج الهايت بتاعها، ارتفاعها، ينفع بالمليمتر؟ لا. طب ينفع بالسنتيمتر؟ لا. يبقى هنعمل حاجه جديده هنقول عليها ادي الباص، الكلاس، الروم بتاعتك، هنقيسها بحاجة اسمها، بص كده انزلي يا مدام، ام يبقى متر. فاحنا هنعرف نفرق بين مليمتر، سنتيمتر، متر. يلا بينا. بص بقى معايا، ما تكلمش كويس، ما تزعلنيش منك، في وقت الهزار وفي وقت الجد. بص بقى هننقل على حاجة، بص بقى يا عم، الإريز، الرابر، الاستيكا. تفتكر الاستيكا ممكن تبقى قد ايه؟ اسمع بس معايا، هو هنا كاتب ام ام، هو كان ممكن يكتب سي ام؟ لا. محدش بيجاوب بدون اذن، اقول له ايوه تنفع حبيبتي، تفتحي الكتاب ليه؟
وانتم لازم تعملوا اي حركه وبس، مش نخلص وبعدين اقول لك يلا وريني حلي. يبقى يا مستر الربر الاريز بلاستيكه بتاعتي انا هدي لك هنا تشوز، يا ترى هو هنا بالمليمتر؟ اقول له بقى استنى انا مش عارف المليمتر، تعالى بقى افكرك بحاجه واعمل ستوب. اه بص يا حبيبي، نروح نفتح الصفحه البيضه بتاعتنا. بص كده معايا، هتطلع صفحه بيضه دلوقتي هنكتب فيها. عايزين نتعلم دلوقتي ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ لو انا معايا سنتيمتر عايز اخليه مليمتر، لو انا معايا متر عايز اخليه سنتيمتر. كمان مره، لو انا معايا سنتيمتر عايزه مليمتر، لو انا معايا متر عايز اخليه سنتيمتر. بص بقى معايا لو سمحت، يلا نقول مع بعض عشان انا هدربك مره واثنين وثلاثه وبعدين اقول لك يلا الحل. لو انا معايا، لو انا معايا 1 سنتيمتر انا بقراها وانطقها سنتيمتر لكن اكتبها سي ام. يا 1 سنتيمتر انت ايكوال قد ايه مليمتر؟ حد فاكر؟ احنا قلناها على السريع المره اللي فاتت، قول حبيبي. طيب طيب خلاص، حد فاكر؟ طيب بص كده حبيبي، اسمع بس بالراحه. تاني لو معايا 1 سنتيمتر افكك قد ايه مليمتر؟ 10. طب يلا نلعب بقى، لو 2 سنتيمتر يبقى كام مليمتر؟ 20 مليمتر. طب ما نجاوبش بدون اذن، مش عايزين مع بعض عشان كله يسمع. لو 3 سنتيمتر، لو 4 سنتيمتر، لو 6 سنتيمتر، لو 10 سنتيمتر. يلا كده انا عايز حبايبي كل واحد يفكر. يلا زياد، لو معايا 2 سنتيمتر يبقى كام مليمتر؟ 20. اكسلنت. سجى، لو معايا 3 سنتيمتر تبقى كام مليمتر؟ 30. شكرا. سما، لو معايا 4 سنتيمتر كام مليمتر؟ سما طيب انت قلتي ايه؟ سمعتيها يا مريم؟ قالت ايه يا مريم؟ طب ممكن يا مريم ترجعي لورا عشان عايزه تركزي؟ اه حبيبتي. انت يا مريم لو 4 سنتيمتر افكها كام مليمتر؟ قولي تاني. بصي لسما قولي لها 40 مليمتر. ما حدش جاوب بدون اذن. يلا كمان، لو 6 سنتيمتر افكها كام مليمتر؟ 60. مش 60. يلا ذا لاست 1. طب قول يا قمر ال 10 سنتيمتر تبقى كام؟ اكسلنت يا ولد، برافو عليك. ليه بقى؟ عشان ال 10 ال 1 ب 10 يبقى انا كمان اسمها 10 ملي متر. لا ملوش بالعربي، 100 ملي متر. تعالى بقى نتعلم واحده كمان. بص معايا يا مستر لو سمحت، انا مركز معاك وانا عارف ان انتوا كويسين، يبقى انا دي تحويله لازم ما تنساهاش. تعالى يلا نلعب واحده كمان، نروح نلعب اللعبه دي. تكتب، جهز معاك قلم وايت بورد وتجيبه. بص بقى، طب يا مستر لو معايا 1 متر افك كام سنتيمتر؟ واحده واحده حبيبي، ما تتكلمش تاني، زمايلك قاعدين وسامعين. هسأل ايسل، تفتكر الميتر افكه بكام سنتيمتر؟ قولي كده اي نمبر. طب بصي، السنتيمتر ده زي عقلة الصباع، الميتر قد دراعات الاثنين، يبقى ممكن يبقى كام؟ اكسلنت حبيبي، انت حبيب بس ما تجاوبش غير في دورك بس، ما تزعلنيش منك. طب يلا بقى نلعب، يعني انت يا مستر كل each 1 متر equal 100 سنتيمتر. طب يلا نلعب، لو 3 متر يبقى equal قد ايه سنتيمتر؟ يلا نفكر،
يلا تسنيم. الله عليك يا قمر. يلا نلعب كمان مرة. محمود لو 5 متر يبقى قد ايه سنتيمتر؟ طب فكر تاني. روانزا لو 5 متر يبقى كام سنتيمتر؟ اكسلنت يا مرايا، ركز حبيبي يا محمود. يلا ايسن لو 7 متر يبقى كام سنتيمتر؟ شكرا. ياسين، ياسين الزعلان ما تخافش مش ناسيك، يبقى هنا 700. يلا ياسين 9 متر فيها قد ايه سنتيمتر؟ ايه يا ياسين؟ حطيت صوتك ليه يا حبيبي؟ علي صوتك. طب انت خايف ليه؟ ايوه كده 900. نسمع بقى، عايزه حاجه؟ طب حبيبتي ما انا لسه هقول اهو. تعالوا يلا بقى نرجع للعبه بتاعتنا، ودلوقتي ادينا يا مستر انت رجعت لنا. يلا هنلعب لعبه جديده.